هذا يوسف من أهل الحسن. نعم. ومتزوج امرأة، وهذه المرأة لها أخ، وعلاقتهم ما شاء الله جميلة، والمرأة رائعة معه وممتازة، وتعاملها طيب، وما شاء الله عايشين حياة جدا مميزة. يا سلام. والرجل معلم يعمل في التعليم، ونسيبه يعمل في إحدى الشركات. قال له نسيبه طبعا مقيم. نعم. قال له أخو زوجته، قال له أنا أبغى أشتغل بمال، أبي سيولة. نعم. وأبغى شركتي تعطي قروض، شركة تعطي قروض. بس أبغى شيء أرهنة عندهم. فما فيه إلا بيتك. قال أبشر أبرك الساعات يوسف. قام ونقل البيت باسم هذا الرجل اللي هو أخو زوجته، ولما انقله باسمه راح هذاك وقدم على القرض. نعم. ورهن البيت اللي هو باسمه. يقول حتى ما كتبت بيني وبينها أي ورقة ولا شيء، يعني ثقتي أنا وياه. يقول ما شاء الله ثقة يعني جدا جدا، والرجل يقول ممتاز مرة. يقول رجل ما يعني رائع. يقول لدرجة أن الرجل يعني بعد فترة جاء وقال خل أكتب أنا وياك ورقة بيننا أنه البيت لك، يعني عن حياته وموت وكذا. إيه نعم. فيقول جاء وكتبت أنا وياه هالورقة هذه وسجلناها رسمية يعني. يقول سبحان الله، وبدأ يعني في تسديد القرض. لكن سبحان الله يقول حصل له ظروف في صحته وتلخبطت أموره شوي، ثم ترك الشركة وأخذ حقوقه، وهذا أخذ قرابة 12 سنة. نعم. الرجل يسدد. وكفيله من هو؟ كفيله أخو هذا الرجل، أخو يوسف. كفيل هذا أخو يوسف. وأخو يوسف في نفس الشركة. فلما أخذ الأموال ذي وسددها، قال له أخوه ترى الرجال كمل المبلغ، تقدر تسترد بيتك الآن. نعم. فكلمه قال له أنا يعني عرفت أنك سددت وكذا، ودنا عاد نرجع البيت. قال أي بيت؟ قال بيتي. قال له من قال لك؟ هذا بيتي أنا. وبعدين أنتم الآن السنوات اللي راحت كلها مطالبين بإيجارها، أنا بطالبكم بإيجارها. أعوذ بالله. يقول أنا أقول أنت فلان، أكيد أنت فلان اللي أنا أعرفه يعني، لا تمزح. قال له أنا جاد. يقول بغيناه، دخلت أهله، وأهله يقول حتى كانوا متفاعلين معي، وحسبي الله. قلت ما ينفع الكلام، ما ينفع، حسبي الله، ما ينفع ذا كله، لازم نتحرك، لازم تقنعونا، لازم تتحركون له. حاولوا فيه ولا فائدة. يقول واروح لما وكلمه لدرجة انه اعطانا هرجتين ساخنات وصك الباب في وجهنا. يقول يوم جون بكرة ويجيني ورقة من المحكمة بإخلاء البيت وتسليمه لصاحبه. ولا والله مشكلة، وين نروح؟ اي والله يعني فعلا ضاقت بي الدنيا. يقول ايه، يقول اكلم اهله واحاول فيهم، ولكن اكلم اخو زوجته لعل الله إذا، ولا في فائدة. الرجال مصر ولا تعطوني الإيجارات. يقول خدت فترة ويجيني أخو زوجته قال ترى حتى هله مو بشاهدين معك، إلا بغيت شهادة ولا شيء. قال يا جماعة خير ما يصير، يعني لا هو ولا هله ولا الكلام، إثره مهددنا هله، أي واحد ترى بيشهد معه أبقطع عنه، يعني كان هو يعني يمكن له يصرف عليه مو شيء من هالقبيل أو لها. وهددهم وكذا، وقالوا ترى مهم شاهدين معك ما يقدرون. الله يوم ضاقت به. كلم محامي، قال له المحامي تعال عطني ملابسات الموضوع كامل. نعم. قال الموضوع كذا 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 كذا، وقاموا قدموا على الشيخ. الشيخ القاضي كان ذكي. فسأله قال المبلغ حق البيت اللي انت شريته به سلمته ولا ما سلمته؟ ما في مبلغ. ايه ما في. منقول نقل بس. ايه. قال انا ما اخذ مسلمك كاش. قال لا ما في شيء اسمه كاش. لا. انت مسلمه البيت، مسلمه الدراهم، جيب اثبات انك مسلمه الدراهم. ما سلمته الدراهم فما في، ما هو حقك هذا. حتى كاش جيب اثبات انك سحبت المبلغ من البنك. المهم انه
ثم جابوا الورقة اللي اكتبوها بينهم وشهدوا عليها اللي كانوا يعني من 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 من, من تشجع بشهادة. فقام الشيخ وحكم للرجل بالبيت يقولوا رد الله لي بيتي بعد ما ضاقت بي الدنيا وجاني الهم وجاني السكر وجاني الغم. فمثل هذا أنا يعني أتوقع أن الله عز وجل حفظه يمكن خبيئة بينه وبين الله أو صدقة بينه وبين الله أو بر بوالديه أو نية زينة. فيعني رجع بيته ولله الحمد وعادت الأمور إلى مجاريها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدنا جميعا.